أعلنت منظمة اليونيسف العمل بشكل عاجل مع الهلال الأحمر المصري على توفير الإمدادات الضرورية لسكان غزة في ظل الأزمة المتصاعدة في القطاع. وأضافت اليونيسف أنها تعمل على إرسال شاحنات محملة بالمياه بالإضافة إلى حقائب لوازم صحية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ل 150 ألف شخص في غزة. هذا وتدعو اليونيسف إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق حتى يتسنى توسيع نطاق تقديم الإمدادات.